ومعنا هاتفيا من أربيل أستاذ العلوم السياسية دكتور عبد السلام برواري. مرحبا بك أستاذ عبد السلام. على الرغم إذا من محاولات التقريب بين بغداد وأربيل، إلا أن مسعود البرزاني صرح أن العبادي مستمر بانتهاك الشراكة مع الأكراد وتهميشهم. إلى أين تذهب العلاقة بين بغداد وأربيل؟ العلاقة تذهب من أسوأ من الغريب، ومسعود البرزاني لم يقل شيئا غريبا او مخالفا للواقع. يعني ميزانيه كردستان لا تدفع منذ 3 4 سنوات، الوجود الكردي او وجود غير العربي الشيعي شيئا فشيئا تتم اما ازالته او شراء ذمم البعض. البرلمان بيد لا اقول كل الشيعه ايضا، لكن هناك قوه شيعيه معينه تحركه. في الميزانية العام يتم تثبيت مخصصات مالية ل100,000 حشد شعبي تعادل ما يتم تخصيصه ل5 ملايين سكان كردستان، هذا كله غير دستوري. انظر ما يتم التعامل معه بخصوص اللغة الكردية والعلم كردستان، وحتى ما يقال ان هناك بوادر اقتراب. ما هي هذه البوادر؟ العبادي منذ شهرين يوعد الناس بأنه قريبا سيدفع الرواتب وكأنه منا، في الوقت الذي يقول في يوم الثاني الناس يقولون لي أنا لست مستعدا لإرسال المبالغ إلى حكومة تقديم كردستان وسأسلمها مباشرة. هذا هو ما أشار إليه مسعود البرزاني. منذ 1970 هناك حكم ذاتي ثم هناك فدرالية. في الفدرالية هذه حكومة مؤثرة بها ضمن الإقليم وهي التي تمارس واجبات الدولة ضمن. ولكن دكتور عبد السلام، الرئيس فؤاد معصوم قال إن استفتاء كردستان غير موفق، كيف ترى موقف سيد معصوم من هذه الأزمة؟ السيد معصوم هو رئيس جمهورية العراق ويعتقد بأنه يجب أن يتكلم كلاما بحيث لا يتهم بأنه كردي. ما هو مقياس؟ لا أسأل دكتور، أنا عندي احترام خاص له عرفة شخصيا أيضا. يعني كيف تحكم على ان خطوه انها موفقه او لا؟ تم اجراء استفتاء بدون ان تحدث اي حوادث، لا تزوير ولا اعتداءات ولا خشونه. هذا واحد من عوامل النجاح. المشاركه كانت عاليه، هذا عامل من عوامل النجاح. الجواب بنعم كان 92%. هذا ليس هناك، انا اعتقد ممارسه جرت بطريقه مسالمه ونجحت في تحقيق هدفها اكثر من دستور. طيب، موقف الرئيس معصوم من الازمه يفتح النقاش بشان تعويل الكتله النيابيه الكرديه على السيد معصوم في وقف ما سموه اجحافا لحقهم في الميزانيه. الى اي مدى يمكن التعويل على فؤاد معصوم لانصاف الاكراد في الميزانيه؟ اول شيء علي، اولا هو شخص غير اقتدامي، هو قالها بصراحة، يعني مكتبه أو هو شخصيا قال مسألة الميزانية ليست من صلاحياته، وهذا يعكس شخصيته الهادئة التي يعني تبتعد عن الارتداد. حتى جلال الطالباني صاحب الأرضية القوية وصاحب الكاريزما لم يتصرف خلال حكمه في السنوات الأخيرة إزاء قطع الميزانية عن بغداد. يعني أنا لست مع البقية في الشارع الكردي الذين يطلبون من وزير أو نائب أو موظف في الحكومة الاتحادية أن يتصرف وكأنه موظف كردستان، هذا خاطئ. عندما أصبح وزيرا أو رئيس حكومة في العراق أنا أتصرف، لا أتصرف كمواطن كردي، ولكن رئيس الجمهورية يمكن له حسب ما تخصص له من صلاحيات دستورية أن يمتنع عن توقيع الميزانية إذا وصل إلى قناعة بأنها مشحفة، وهي مشحفة والكل يعرف. نعم، شكرا جزيلا لك من أربيل أستاذ العلوم السياسية دكتور عبد السلام برواري.